مثلا الحب الدوله راهي موفره لنا الحومات تمزح كاين الحمد لله يا رب كاين اللحم تاع البقره متوفر السميد الزيت الخيرات هذه يعني خير من العام اللي فات في رمضان المطلوب من المواطنين عدم يعني اللهفة كل المواد الغذائية التي كان يشكو المواطن من ندرتها هي في الحقيقة متوفرة وبكميات كبيرة في إطار تصميم السوق بجميع المواد واسعة الاستهلاك قمنا اليوم بالإشراف على توزيع مادة اللحوم والتي وهي في متناول الجميع بسعر يقدر 120 ألف دينار جزائري للكيلوغرام الواحد وسنشرف على هذه العملية خلال شهر رمضان المعظم حيث قمنا بجلب كمية تقدر ب 809 كيلوغرام في هذا اليوم وسنقوم كل يوم بجلب نفس الكمية المقدرة من 2 إلى 3 إلى 4 وجول يوميا. مثلا الحب الدولة راهي موفرة لنا الحومات هي زحامة شوية كاين منا ومنا احنا مزاحمين على الحم ماذا بينا توفر لنا كل شيء يكون على الأقل الأمن داير هذا يدحم منا وهذا يزحم من هنا. الأمور هي مريقلة إن شاء الله يا رب العالمين. الخير كل شيء غير. كاين كل شيء الحمد لله يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية سوق هراس. بالنسبة اللي فتحوه هذا نتاع الرحمة هذايا راهي ما شاء الله كاين اللحم تاع البقرة متوفر السميد الزيت الخيرات هذه يعني خير من العام اللي فات في رمضان يعني العام هذا الحمد لله راهو كلش متوفر وش هو نطلب من المواطنين ينحوا اللهفة هذه شوية الإنسان اللي راح يدي سكارة جوز سكاير سميد ولا يدي سكارة اللي راح يدي بدون زيت يدي بدون زيت اللي راح يدي اللحم يدي كيلو ينحوا شويه من اللهفه هذه وينحوا من العرق في بعضهم هذه والحمد لله الدوله راهي موفره الخيرات كلها والسلام عليكم. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. شهدت ولايه سوق هراس او بلديه سوق هراس بالاحرى هذا اليوم وصول اول شحنه من اللحوم الحمراء الموجهه للاستهلاك للمواطنين وهي في حدود 1200 دينار جزائري إلى 1500 دينار جزائري على مستوى قاعة نادي جواد نور الدين فقط المطلوب من المواطنين عدم يعني اللهفة كما نقول بين قوسين هناك أناس يريدون 4 كيلوغرام 5 إلى آخره الإنسان يعني ماذا به يستهلك بعقلانية حتى تعم الفائدة على كل المواطنين ونظن يعني حتى الزيت السميد كل المواد الغذائية التي كان يشكو المواطن من ندرتها هي في الحقيقة متوفرة وبكميات كبيرة لكن سوء الاقتناء ما نقولش سوء التوزيع والتهافت الكبير من طرف المواطنين الذين لا يكتفون بالمرة الواحدة والمرتين نتمنى فقط أن يكون هناك ترشيد فيما يخص الاستهلاك والاقتناء وإن شاء الله رمضان مبارك على الجميع وتحية الجزائر. كريم اليوم راكم تشاهدوا في الصالة تاعنا كما قلنا صالة جواد لا صالة دي فايت راهم جابوا لنا اللحم والحمد لله كما وعدتنا الدولة اللحم راهو بسعر مقنن ب 120 ألف يعني في متناول الجميع نتمنى أنه ما يكونش اكتظاظ برك خاطر شهر كامل راهو يكون اللحم. ونشكر الدولة على هذه المساهمة اللي ساهمت بها يعني الإنسان البسيط يقدر يشري اللحم أي إنسان يقدر يشري هو في متناول الجميع وسعر مقنن نشكر مديرية التجارة اللي راهي حاضرة معنا وراهي واقفة يعني على التجار باش يكونوا يعني في متناول الجميع يعني اللحم مليح جديد ربي يبارك معنا ما راح نقولوا فيه ونكثر خير الدولة شكرا جزيلا للدولة انها ساعدت المواطن. نحن كمقصبة الرحمة بيعوا في اللحوم اليوم الحمد لله اللحم اللي جبنا كمية 9 قناطر و8 كيلو لحم هذا مدعمته الدولة ونحن ان شاء الله
قاعدين نبيعوا درك والدنيا راهي ماشيه الحمد لله، كثر خير تاع التجاره بما موقفين معنا ان شاء الله هم اللي يوفروا لنا اللحم هذا، ورانا نوفوا فيه نحن للشعب، والكميه راهي مازالت متواجده حتى لاخر رمضان ان شاء الله.